هي المسيرة الأضخم في تاريخ موريتانيا، فالآلاف هنا في العاصمة نواكشوط هبوا بوجه عدو يتربص بالبلاد، ظاهرة الكراهية والتطرف، والتي تسعى منذ زمن منظمات مشبوهة يقودها دعاة الفتنة لبثها في المجتمع الموريتاني وشق الصف هناك وإدخاله في أتون الاقتتال والعنف، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب وتأليب الرأي العام، إلا أن الرد كان بهذه الحشود. اللي عندنا هو أمننا، اللي عندنا هو استقرارنا، اللي عندنا هي وحدتنا، وبالتالي يجب أن نحافظ عليها كاملين. هذا الالتفاف والإجماع الموريتاني أعطى رسالة شديدة اللهجة للدول والتنظيمات التي تتربص شراً بموريتانيا، وذلك من باب المظلومية والمتاجرة بالقضايا العادلة للمواطنين والتلطي خلف الخطاب الحقوقي والتركيز على مفردات من قبيل الفقر والبطالة والخدمات وغيرها لاستثارة عواطف الناس. أنا يعني في المجال الإعلامي منذ ما يزيد على 20 سنة لم أشهد مسيرة بهذا الكم الهائل والتنوع الحاصل والالتفاف حول الشعارات المقدمة، أي نبذ الكراهية. رسالة للخارج عن موريتانيا متواحدة موحدة أبيضها وأسودها، عنها جاءت كاملة بكل طيافة بكل شراحة، حياك دول عن موريتانيا ما فيها خطاب عنصري. موريتانيا البلد العربي المغاربي تمتع شعبه بفائض من الوعي وقراءة المشهد العربي والإسلامي، لذا كانت الصحوة مضاعفة بوجه أي خطاب أو فتوى أو إعلام فتنة، وهو ما يحصده الموريتانيون اليوم استقرارا وأمنا وتنمية، إضافة إلى تكاتف سياسي ومجتمعي ضد أي مخطط للنيل من هذا البلد.